بيكم في حلقة جديدة من برنامج ازاي اربي ابني صح. معاكم لينا حسام، اخصائي التدخل المبكر في مرحلة الطفولة المبكرة. هنتكلم النهاردة عن انواع الاباء والامهات. اول نوع عندي وراثة القيم، ودول الاباء والامهات اللي كل يوم بيبدأوا ان هم يعلموا ابنهم قيمة تربوية او مبدأ اخلاقي جديد، ويبدأوا ان هم يزرعوه في نفوسهم سواء كان بحديث او بآية قرآنية او لعبة تعليمية او قصة تربوية او دعاء او معلومة جديدة. ودول الاباء والامهات اللي هم مش بيستنوا حدوث الغلط علشان يبدأوا يصححوه، لا، هم اللي بيبدأوا يغرسوا في نفوس ولادهم حاجة جديدة ومعلومة جديدة. ودول للأسف مش بيكونوا موجودين كتير، يكاد يكون مش موجودين اصلا، وده بسبب ان مفيش ناس كتير بتعرف تعمل ده، ولكن هما بيكونوا اكتر تأثير في نفوس ولادهم، وكمان بنلاقي ولادهم اكتر خبرة واقل مشاكل عن باقي الاطفال، فبنلاقيهم لو اتعرضوا لاي مشكلة بيعرفوا يحلوها بكل سهولة، لانهم ببساطة اتعرضوا للخبرة قبل كده او سمعوا عنها. ولو ما كانوش عارفوا ان هما يتصرفوا في المشكلة، فهنلاقيهم ان هما مواقفهم بيتصرفوا بتريث وبحكمة واقل اندفاعية عن باقي الاطفال. تاني نوع من الاباء والامهات هم المعدلو السلوك، ودول الاباء والامهات اللي بيستنوا ان ابنهم يغلط الغلطة علشان يبدأوا يصلحوها، اما بالزعيق او الضرب وده نهينا عنه قبل كده، او بالنصح وتوجيه السلوك. ودولة الاباء والامهات بيكونوا منتشرين جدا في مجتمعنا، يكاد يكون لو ما كانش كل الناس هي اللي بتعمل كده، ودول للأسف بيكونوا اقل تأثير في نفوس اطفالهم، وده بسبب ان السلوك اللي بيعمله الطفل، فلما هيلاقي ان حد بيزعقله او بيضربه انا مش هعمل السلوك ده تاني علشان محدش يزعقلي او يضربني، واما هعمله مرة تانية من غير محد يشوفني علشان محدش فهمني ده غلط ليه. تالت نوع من انواع الاباء والامهات هم الرافضون والمعترضون، ودول الاباء والامهات اللي مش بيقبلوا اي كلمة تتقال على ابنهم. لما نكون في تجمع عائلي مثلا وحد لاحظ حاجة غريبة على سلوك ابنهم ويبدأوا الناس تكلمهم، فبنلاقي رد فعلهم بيكون الرفض والاعتراض. بعد كده لما الطفل يدخل المدرسة والمدرسين يبدأوا ان هم يشتكوا منه ويبدأوا ان هم يكلموهم، بنلاقي رد فعلهم الانكار والهجوم. الانكار، لا انا ابني ما عندوش مشكلة. الهجوم، انتوا ما بتعرفوش تتعاملوا معاه. وللأسف ده بيكون بسبب عدم وعي الامهات الكافي، وكمان بسبب التدليل والحماية الزايدة. وللأسف الشديد دول بيكونوا اسوأ انواع الاباء والامهات، لانه هم مش بيكونوا متقبلين مشكلة الطفل، فبالتالي مش بيسعوا لحلها، وكمان المشكلة بتسوء اكتر، وبالتالي ممكن ان هي تأثر على الطفل وتأثر على الاطفال المحيطين بيهم. فاحنا عايزين نكون من النوع الاول غراس القيم، لان القيمة كل ما تثبت تنبت، فبالتالي كل ما هتكلم مع الطفل كل ما هديله خبرات جديدة، معلومات جديدة، وقيم متنوعة، وده كله هينمي شخصية الطفل وهيخليه طفل مستقل قادر ان هو يعتمد على نفسه، وكمان هيزود ثقته في نفسه، فبالتالي هقدر اعتمد عليه. وبكده انتهت حلقة النهاردة، استنوني في حلقة جديدة، اشوفكم على خير.